فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض القراءات حكم عليها البعض بالشذوذ وبعضهم لم يحكم يرجع لها القراءات، صيام 3 أيام متتابعات، فهل يلزم التتابع أو لا يلزم؟ هذا الذي أورده ابن رشد رحمة الله تعالى عليه من أسباب الاختلافات.